لقد ذكرت في الفيديوهات السابقة أن معامل الاحتكاك الحركي يميل إلى أن يكون أقل بقليل أو يساوي معامل الاحتكاك السكوني، لكن هذا يوصلنا على الأقل لسؤال يجول في خاطري ولا زال موجود، وهو لماذا معامل الاحتكاك الحركي أقل أو لماذا يكون أقل؟ والنظرية الحالية الأفضل هي يمكن تصورها في رأسي واستنادا إلى القراءات التي قمت بها. إذن دعني أفكر بها في هذه الصورة لتبدو على المستوى البشري العادي. ربما يوجد لدينا كتلة، إذن هي في حالة السكون. دعني أرسم ذلك بهذا الشكل. هذه هي الكتلة، سوف أرسم حالة الثبات فوق هنا. إذن يوجد لدي صندوق ساكن موجود أعلى سطح، سأضع السطح بلون آخر، ويوجد لدي يدي في اليمين هنا فوق هنا لدي كتلة تتحرك في سرعة ثابتة بالنسبة لنفس السطح دعني أرسمها. إذن هذه تتحرك بسرعة ثابتة constant velocity. والشيء المثير هنا هو أننا نفرض أنهما نفس الكتلة، هذه نفس الأسطح. إذن لماذا معامل الاحتكاك هنا؟ لماذا معامل الاحتكاك السكوني؟ إذن هنا هذا الثبات حيث معامل الاحتكاك السكوني. لماذا ذلك يجب أن يكون أكبر من معامل الاحتكاك الحركي فوق هنا؟ طريقة أخرى للتفكير في هذا، يجب عليك أن تضيف قوة أكبر للتغلب على الاحتكاك السكوني فوق هنا، وسوف تبدأ هذه بالتسارع. إذن أنت تريد إضافة القوة للحصول على جسم يتسارع، لأنه سيكون هنالك استجابة قليلة لقوة الاحتكاك، لذلك دعونا نفكر في ذلك قليلا. إذن إن الذي أريده هنا التركيز على المستوى الذري. المستوى الذري تقريبا لا شيء أملس بشكل كامل. إذن السطح فوق قد يبدو مثل هذا. إذن دعني أرسم الجزيئات المكونة للسطح، حيث أن هذه الجزيئات، إذن هذه الجزيئات عندما تكبر الصورة في الواقع قريبة من السطح. إذن أنت تعلم أننا في الواقع نركز على المستوى الذري، وهو صغير ولا يمكن تصوره، أصغر بكثير من ذلك الصندوق. لكن ماذا يحصل للذرات أو الجزيئات عند اتصالها؟ وجزيئات الصندوق تبدو مثل هذه. إذن هذه هي جزيئات الصندوق، إنها ليست بالكامل ملساء، ونأمل أن نوضح ذلك أو أستطيع توضيح ذلك. جميع هذه القوة والاتصال الذي نتحدث عنه في هذا الفيديو هي فلسفة ممتعة. لا شيء في الواقع متصل بالآخر، أنت بالواقع لديك ذرات وتصد بعضها البعض لأنها لديها إلكترونات وقوة التنافر الكهرومغناطيسية بينها لا تسمح لها بالاقتراب أكثر. لذا عندما أقوم بدفع شيء ما، إن الإلكترونات على يدك تؤثر على الإلكترونات، أو أن إلكترونات يدك تدفع الإلكترونات على القلم أو على اللوح أو على الكأس أو على أي شيء آخر. إذن هنالك تنافر، وبذلك تسبب الحركة في اتجاه آخر، حيث أن هذا الشيء لا يحدث في الواقع، ما الذي نتخيله في مخيلاتنا.
وأنت في الواقع تريد تفسيرا له، وشاهد فيديو هذه الكيمياء إذا أردت أن تفهم ذلك أكثر. لمعظم حركة هذه الذرات هي في الواقع مساحة حرة لنفسها، كما أن سحابة الإلكترونات ضخمة بشكل نسبي، حيث نعتقد أن احتمالية إيجاد إلكترون كبيرة بالمقارنة في حجم الإلكترون أو حجم النواة. إذن إنه نوع من المساحة الحرة الكبيرة لدفع التأثير على الكثير من المساحات الحرة من خلال القوى الكهرومغناطيسية. على كل حال، نحن نتحدث عن شيء هنا، حيث أن ركزت هنا حيث أن هذا الشيء ساكنا لديك أسطح غير واقعية، وتستطيع تخيل هذه الجزيئات عندما تكون في وضع السكون. قد تكون متوافقة مع بعضها البعض، وهذا النوع من الشق أو الأخاديد يزيد قليلا هناك. وأنت إذا تحاول تحريك هذا الجسم إذا أردت أن تسارعه لتؤثر عليه بقوة، لديك للتغلب على أي أساس؟ على سبيل المثال، هذا الجزء فوق لليمين كسر بطريقة ما أو بأخرى، وأن الأشياء كلها أزيحت لتصبح جزيئين من الجزيئات. أو قد يكون هذا الجزء هنا فوق يجب أن يكسر لإزاحة ذرة واحدة. أنت لم تلاحظ هذه الأشياء، نحن لم نلاحظ إزاحة الجسم، أنت لم تلاحظ عرض الجزيء أو قطر الجزيء، ولكن هذا مهم. إنما عليك القيام به تمزيقها بالكامل للسماح لهذا الشيء بالحركة. وعندما الشيء في الواقع يتحرك، هذا الشيء يجب التفكير به على الأقل كثيرا، إنه لا يملك الفرصة لتسوية هذه الأخاديد. إذن دعني أرسم شيئا هو بالواقع يتحرك، وسوف أحاول أن أرسم سطح مشابه. إذن أحاول أن أرسم سطح يبدو كالذي رسمته من قبل. هذه هي الجزيئات، وربما سيبدو مثل ذلك، ونفرض أنه نفس السطح، ولكن عندما يتحرك إنه لا يواجه الأخاديد أكثر، إنه بالكامل يتحرك، إنه من النوع الذي ينزلق من الأعلى. إذن الآن إنه يبدو مثل هذا، سوف أبذل جهدي لرسمه بصورة واضحة. ربما يجب إزاحة هذه قليلا. إذن هذه سوف تبدأ بالانزلاق، أنت تتجاهل الاحتكاك السكوني. إذن الآن برسم نفس الشيء، سوف أحاول رسم نفس السطح هنا. حتى يعطي أو يأخذ. إذن الآن إنه يتحرك، ليس لديك بالواقع فرصة للسكون، إنه لديه قدرة على الوثب للأعلى. إذن هذا هو الفهم الأفضل والقوة الحقيقية من الاحتكاك هنا. وكما تعلمون فإنه سوف يستمر بالحركة والوثب من على الأخاديد الصغيرة هنا وهناك، ولكن إن يوجد لديك نوع من روابط كيميائية التي تحافظ على شكل الذرات وتمنعها من الكسر من أجل الحفاظ على هذا الشيء، إذا أردت مسارعته أو جعله يتسارع، أنت تحاول كسر هذه الروابط. إذن هذه بضرورة قوة الاحتكاك التي تحاول التغلب على ذلك. هنا ربما يكون لديك نفس الروابط، وربما لن تكون نفس الروابط، ولكن يجب عليك التغلب على هذه الأخاديد أو الأجزاء الصغيرة التي تكون عليها لفترة من الوقت. إنه يبدو أنه لديك القدرة للتغلب عليها أكثر. هذا هو الحدس، أنت تعلم هذا في الواقع ما زال في طور البحث. إذن إنه شيء ممتع يحدث في المستوى الذري، ولكن هذا يفسر شعور لماذا معامل الاحتكاك السكوني أكبر من معامل الاحتكاك الحركي.